نبدأ بقى من ملف اتكلمنا عنه أنا وكريم في بداية الحلقة، ونقطة مهمة لأن مؤخرا بقى الموضوع غريب شوية. هو مش مؤخرا بصراحة، هو فترة بقى لها كتيرة جدا، التركيز مع النادي الأهلي بشكل بشع. يعني حتى في أشخاص ما بتركزش مع نفسها على قد ما بتركز مع النادي الأهلي، وياخد المعلومة من عندي ومين ماشي ومين جاي وصفقات ومشاكل، يقول لك بيصدرها مش عارف مين. يعني الوضع دمه تقيل حتى لو احنا لا نلتفت كجماهير، بس ليه؟ يعني ليه دلوقتي وفي فترات معينة تلاقي الضغط بشكل كبير، بعد كده يبقى تمام، يعني يجي ضغط تاني او استغلال مثلا مواقف، ولا ايه الوضع بالظبط؟ انا عايز اقول حاجة. الموضوع فعلا زي ما انت بتقولي ريحته فاحت وبشكل مش طبيعي. بمعنى انا كنادي اهلي لو اتكلمنا على البطولات الخاصة بالدوري العام، واخد كام بطولة؟ 42. تمام؟ كل فرق مصر واخده كام بطوله؟ تقريبا النص او اقل من النص. نمره اتنين. عمرك ما هتلاقي فرقه طول عمرها هتفضل في التوب ومش هتنزل تستريح استراحه مقاتل محارب. وارد جدا ده، وارد. ريال مدريد عملتها قبل كده سنه والتانيه، وبعد كده بدات تخش وراحتها بقى. فده الطبيعي، لان ده لو ما حصلش يبقى ده اللي هو مش طبيعي. فعادي جدا ان انا اريح سنه، اريح اتنين، ما فيش مشكله بالنسبه لي. ايه المشكله في ايه بقى؟ وده الاهم، وده المحور اللي لازم يعمل عليه مجلس الاداره ويعمل عليه جهاز الكوره الشغل الاكبر السنه الجايه. ايه الاخطاء؟ انا لازم اتعلم من خطئي علشان ابدا استفيد، والا المشكله تبقى هتتفاقم بالنسبه لي. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا كفريق كوره وانا كنادي اهلي عندي مشكلة وظهرت جدا بالنسبة لي السنة دي، ألا وهي خط الدفاع، ألا وهي إن أي حد بدأ يتجرأ عليا. كريم أنت مش متخيل، يعني من هنقول من 6 7 8 سنين اللي كان بيجيب جول كان ممكن بيتسوق في النادي الأهلي، يجيب جول في النادي الأهلي بيتسوق من خلاله ويروح حتة كويسة. صدقني في اللي بقوله لك. وكان في لعيبة، معلش أنا بتكلم في دي عشان دي حتة دي في ملعبي أنا. لما حد يقول لك ده أنا النهاردة هلعب قدام فلان، طب انا ببقى مش قادر، ببقى عقبال ما بخش في المباراه واستوعب ان انا بلعب قدام فلان، اقسم بالله الكلام ده بيحصل، بيبقى عدى نص المباراه. ما بالك دلوقتي اي حد، مع احترامي كل الفرق، انا بتكلم في حته فنيه. ايوه طبعا. الاهلي اسم كبير، واللي يلعب قدام الاهلي بيحط نفسه. انا هم ماتشين كان في سموس، ماتشين هلعب قدام الاهلي، هلعب قدام فلان، وبالنسبه لي الموسم انتهى خلاص. فلازم هنقول استراحة محارب، استراحة مقاتل، فترة أوضب فيها ورقي، أنظم فيها ورقي، أبدأ أشتغل براحتي، أشوف العيوب اللي عندي. هو أصلاً إيه اللي بعطره الورق ده؟ بص يا كريم، إيه اللي خلانا بقينا محتاجين نعيد ترتيب؟ أنا شايف من وجهة نظري التآلف أو يعني الانسجام اللي بين اللعيبة وبين بعضها ما تمش بالشكل المفروض ان يتم فيه في النادي الاهلي. نمره واحد. لا مش فاهماها، يعني انسجام بين اللعيبه ازاي؟ اللعيبه اللي داخله جديده، لا لا لا، الشباب الصغير اللي لا لا لا، اللي داخلين جديد او احنا اشتريناهم او بالظبط اللي جولنا دي مكسيوني او سين من مش عارف من ام بي او من ان او من سي ايا كان، حتى المبدا نفسه. بس المبدأ ده مش العادي، يعني احنا اي صفقه بتيجي بيبقى فيها على طول توافق بين اللعيبه. هو مش عادي، هو مش هي مش حاجه اساسيه ان انا اجيب لعيب ينصهر مع الخمسه سته الموجودين مع الفرقه. ما هو واضح النهارده ده حصل مع بيرسي تاو بالمناسبه لفتره، يعني بالذات اول وجوده، اول تواجده، حتى ناس كتير علقت على انا بقول ان بيرسي تاو لعيب مش وحش، لعيب كويس. بس المشكله ممكن في المعامله او في الطريقه او في الانسجام او في التكيف بتاعه. التكيف بتاعي يا كريم غير التكيف بتاعك. انت ممكن تستوعب معلومه في ربع ساعه، انا اقعد ساعتين عقبال ما استوعب المعلومه اللي انت بتكلمني فيها ديت. هو مع اللعيبه في ايه؟ الحته دي مهمه جدا على فكره. وعلى فكره اي حد داخل على النادي الاهلي لازم يعرف حاجه. الاهلي، وقلت الكلام ده قبل كده، خمس ست بطولات غير منتخب بتاعه اذا كان سواء في مصر او في بلد تانية. نمره اتنين التحمل العام بتاعه. نمره تلاته البدني. نمره اربعه لازم يعرف ان هو فريق قاعد بيلعب في فريق ما بيقبلش غير بطوله واداء وشكل. الحته دي مش سهله، فتيجي في الاول في الاختيار. انا اختياري لفلان بفضل متابعه شهر اتنين تلاتة سنة عشان ابدأ اجيب لعيبة اقول ده فعلا هينفعني وهيخدم عليا في النادي الاهلي ولا لا. نمرة تلاتة، مش كل لعيب بيتحط في بوزيشن بتاعه او في مركزه او في مكانه ممكن في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين. وبتكى على حتي كويس قوي، في نهاياته يكمل كمان سنة واتنين. في لعيبة ما تقدرش تستوعب، يعني بمعنى
لو هنقول على زمان ايام زمان، معلش انا هحضر جيل مش هجيب حد من الموجودين دلوقتي، كابتن ماهر همام، كابتن مدحت رمضان، كابتن حسام البدري، كابتن محمود صالح، في النهايات كابتن محمود الخطيب، في النهايات ما بقدرش اكمل زي ما ابتديت، فببدا اقول خلاص ستوب، انا هبدا اجيب حد هو في 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 في, في يعني اقول بدايه النهايه بالنسبه له، ابدا اعمل الاحلال والتجديد. فيمكن ديت برضو اختيارات الجهاز ما كانتش موفقه جدا لبعض اللعيبه، وده طبيعي. وانا لما اطلع يا كريم انا واندا اقول ان انا عندي عيب في حته معينه او عندي نقص في حاجه معينه، ده غلط؟ لا بالعكس، ده قمه الاحترام، قمه الكبر، قمه القوه، قمه الاحترام والموضوعيه، وده طبيعي. احلال وتجديد بياخد فتره، بس المشكله في دي ايه بقى؟ احلال وتجديد اجيب 2 3 ينصهروا مع 8 9. انا ما عنديش فتره اعداد برضه يا كابتن ضياء، يعني انا اتكلمت معاك في الحته دي، ان احنا قعدنا 3 سنين ما عندناش راحه، وبالذات الفتره. طب يبقى اختياراتي ايه انا هو امتى عشان ينسجم؟ وانا بخش على بطولات. طب هقول لك حاجه، يبقى اختياراتي ايه بقى؟ لازم اجيب لعيب توب التوب، ما عقبال ما هقعد شهر 2 3 انصهر واشوف لو جبت لعيب افريقي. بمعنى ايه توب التوب؟ يعني بمعنى يفهم على طول المينتاليتي بتاع دماغه، تبقى جامده جدا وجاهزه. اه دي هنعرفها ازاي؟ ما هو القصه ان انا لما بختار، انا لما بختار مثلا، لما انا جبت مثلا بدر بنون انصهر بشكل كبير جدا مع الفريق لان دي شخصيته. لما جبت ميكسيوني انا مش عرفني ان هو اجتماعيا هيبقى عامل ازاي، انا ببص على الفريق. لا مش اجتماعي. طب هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، لا بيحصل. طب بيحصل كتير جدا في بعض المديرين الفنيين قبل ما يجيبوا لعيبه في مصر هنا، بسال يعني انا كريم لاعب كان بيلعب عندك يا كريم، اقول اخلاقه ايه؟ انتمائه ايه؟ شكله ايه؟ لا انت ابو، لا ده انت شيء، ده انت جميل قوي يا كريم. ظروفه بره الملعب ايه؟ بيسهر ما بيسهرش؟ بيعمل ايه؟ لما بيقعد على الدكه بيعمل ايه؟ طب لما بيتغير بيعمل ايه؟ دراسه لما كامله والله بقى. احنا كمصر، احنا كبعض المديرين الفنيين كنا بنعمل كده، ما بالك بالنادي الاهلي؟ يبقى اللاعب اللي بيتحط تحت المنظار وتحت الرؤيه ان انا هجيبه، لازم بقى دي مشكله الراجل اللي بيسوق اللعيب اللي داخل النادي الاهلي. ما دخلش لعيب جوه النادي الاهلي الا لما اكون متاكد مليار في الميه يعني واد انه هينصهر مع المجموعه اللي موجوده. في لعيبه حاليه لا ترتقي لده، مش للاسف كده؟ هو مش بيقال ان ده لعيب محلي وده لعيب دولي، ده ما ينفعش يلعب منتخب، ده ما ينفعش يلعب نادي اهلي. لا ده يلعب نادي اهلي بس فقط لا غير، ما يلعبش منتخب. لعيب يلعب في اي مكان في الدوري، اي نادي في الدوري الا النادي الاهلي. ليه؟ ضعيف، ما يقدرش يتحمل عضلاته وبناياته في الاول، الاعداد بتاعه من الاول هو ناشئ، ما تحولش ان هي بطوله واحده بس. غير الجزء البدني كلمه حق لازم تتقال. هو انا مبني عمر النادي الاهلي واقعه دايما في كل الازمنه تحت ضغط هستيري، كونها بس لعيبه في النادي الاهلي عشان النقطه اللي حضرتك ابتديت الكلام بيها، ان النادي الاهلي وجماهيره. الناس لازم تعرف كده، ما بيرضوش غير بالفوز. ما انا بقول لك، هو اللي بيبني عماره 20 دور زي اللي بيبني عماره 4 ادوار. الاساس اللي بتحط ال 20 دور زي الاساس اللي بتحط ال4 ادوار؟ مستحيل. اللعيب بيبان من اساسات، يعني من صغره. انت جايب السي في بتاعته، كان فين؟ بيلعب ايه؟ عمل ايه؟ منتخبات.